السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة ماهر موصلي على قناة فيلم جامد. بعد النجاح منقطع النظير للحلقة الأولى من مقابلة ماهر موصلي معايا في سلسلة مين أفضل واللي ممكن تشوفوها على قناة ماهر، يسعدني أن أقدم لكم الحلقة الثانية من المقابلة، حيث يستكمل الحوار ويحتدم النقاش ويتصاعد الدخان ونطلع حبايب في الاخر عادي برضو. يعني ماهر لما قال لي انه جاي مصر مخصوص عشان يصور الحلقة دي معايا، كنت مقرر اني حبذل اقصى مجهود عندي عشان تطلع بالشكل اللي يرضيه ويرضي حضراتكم، ولكن الحقيقة الموضوع طلع ابسط واسهل مما تخيلت، لان ماهر افلامجي حقيقي ومحاور رائع وذوقه حلو وبالبلدي كده قعدته حلوة، وأنا عن نفسي متابع جيد جدا لقناته ولشغله وبرجع لآرائه كتير في الأفلام والمسلسلات، وحقيقي أتمنى إن تجمعني بيه لقاءات تانية في المستقبل. أنا وماهر بنتأسف جدا لتأخر الحلقة دي عن الميعاد اللي هو كان محدده، ولكن هو كان عنده ظروف شغل وأنا كان عندي ظروف شغل والموضوع كان خارج تماما عن إرادتنا. ومن غير مقدمات أطول من اللازم يلا بينا نبتدي. نرجع مرة ثانية للسوبر هيروز، معلش إحنا هذا الزمن زمن السوبر هيروز، أوكي؟ بما انه افنجرز قريب انه حيجي تمام؟ في اثنين انعمل عليهم فيلم بالكامل وهم تقريبا حرب كانت بينهم، هم اللي فصلوا الافنجرز اللي هو ايرون مان وكابتن امريكا. كشخصيات سيبك من الافلام، انت كشخصيه ايرون مان وشخصيه كابتن امريكا تميل لمين اكثر وليش؟ ماشي، اميل لايرون مان لان الاوريجن ستوري بتاعته unparalleled في اي فيلم في اي سوبر هيرو وورلد. يعني انا لغايه دلوقتي بص ممكن اكون انبهرت قوي بسيفل وور وقت ما نزل، انبهرت قوي بثور راجناروك لما نزل على مستوى الكوميديا وعلى مستوى الحاجات دي كلها، ولكن كل الافلام دي بتبتدي تاخد من بهائها ومن لمعانها بعد المشاهده الثالثه، بعد المشاهده الرابعه، بعد الكلام ده كله. ايه اللي ايرون مان الاولاني؟ ايرون مان الاولاني انا التسلسل بتاع الكهف ده ما بيقدمش، ما بيقعش، ما بينهارش. وعشان تقول ان الشخصيه دي غيرت البليف بتاعها، خلي بالك بقيه السوبر هيروز كلهم صح. ممكن يكون تنازل في صفه عنده وراح لصفه ثانيه، هذا توتالي ثور مجرد ان هو سقط غروره وتعلم يشتغل مع الناس بس. يعني كابتن امريكا ما اتغيرش ولا اتعمل هو زي ما هو من ساعه لما طلع. كلهم هتلاقي فيهم حاجه زي كده، حاجه زي كده. توني ستارك اتقلب من شخص لشخص تاني بسبب ربع ساعه شفتهم جوه الفيلم وصدقت وما سقطش. والعلاقه مع العالم اللي كان جوه الكهف دي من اجمل الاشياء اللي في السوبر هيروز، وما سقطش الكاركتر بتاعه. هو لسه ايجوتستك ولسه مغرور ولسه ساركاستك ولسه بتاعه ولسه هومنايزر ولسه ما اعرفش مين، بس البني ادم اتشقلب شقلوب كبير جدا، الانر كده كله اختلف. ومع ذلك هقول لك الحاجه اللي احترمتها جدا في كابتن امريكا في الفورميليشن بتاعه الشخصيه بتاعته، اعتراف الفيلم الاولاني كابتن امريكا ذا فيرست افنجرز ذا فيرست افنجر انه كان بروباجندا امريكي. يعني ان الشخصيه دي اتعملت عشان تبقى بروباجندا امريكاني، والنبي بلاش حته العداء الامريكاني ده تاثر على البرسبشن بتاعكم للشخصيه. هو اتعمل عشان كده، بس هو بني ادم وبني ادم كان بيحب، انا هذا ولسه لغايه دلوقتي الرومانتك ريبريكاشن بتاع اللي حصل له مأثر عليه. وانا ده اجمل حاجه كانت عندي في كابتن امريكا، مع ان انا اكره الشخصيه جدا. انا اي هيت انا مو افضل برضو صح؟ انا بغض النظر انا بتحطه مع هولك هقول لك هولك. انا اي هيت كابتن امريكا مو عشان البروباغندا ولا غيرها، عايش يا اخي دور القائد بزياده. انا اي دونت لايك ذيس كايند اوف ثينجز، احب الايزي جوينج. يعني فلو جينا على ده الموضوع ايرون مان وكابتن امريكا فور شور هقول له ايرون مان هيز ماي فان جاي تو جو وذ وكده. انا ليدر، انا ليدر مو بس فان جاي تو جو وذ على الفاضي. هيز نوت سبايدر مان، هيز نوت ا هولك ما تعتمد عليه. He can lead and in the same time عنده الإيجو مانياك وعنده الأشياء دي والفن والإيجو ده كله، بس كابتن أمريكا is too idealistic too مثالي. أنا ما يعجبني الشيء ده، عشان كده هروح برضو معك في ده السؤال على هرمان. وإحنا لسه بدأدين بنتكلم عن الشخصيات، بس ناخدها لسكة أبسط شوية الممثلين. okay. وبدل ما نتكلم على الممثلين اللي عملوا نطاق واسع قوي، خلونا في الممثلين اللي التزموا بحتة ضيقة قوي خرجوا منها أحيانا بكل تأكيد. okay. ولكن تصنيفهم هيفضل طول عمره ممثل كوميدي هزلي قد يكون سطحي الى ابعد الحدود اللي ممكن تتصورها في الدنيا. أوكي. رغم ان عندهم خروجات جد، انا مش انا اي 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 بن ستيلر وادم ساندلر بجد والله في ايه بن ستيلر على فكره الاثنين ممثلين كويسين. انا ليه ضحكت؟ عشان دي افتكرتني لما قلت انه سطحيين وليمتد، لانه فعلا وناجحين. اها،
وهذا يديك دليل على انه مش عيب. بنوا الليجاسي بتاعه كلهم من اكتر الكوميديا السطحيه اللي انت عاوزها في الدنيا، وبعد كده لما بقى عندهم قاعده جماهيريه جربوا بالظبط ونجحوا. بس انت بتحب مين فيهم اكتر؟ اجابه واضحه بالنسبه لي. انا قبل كده فكرت في هذا الموضوع، بين ستيلر. اوكي. لاكثر من سبب. بين ستيلر الفرايتي حقته اكثر، كومفورت زون ما هي ضيقه قوي يعني، عنده أطلع. غير انه انا من اجمل افلام الكوميدي اللي شفتها في حياتي there is something about me. اوه اي لاف ذس موفي يا اخي، اي لاف ات، اي لاف ات، اي لاف ات، واتفرج عليه دائما. غير انه الادمي هذا عنده حته دراميه جميله. انا احب الكوميك اللي يكون يوريني شيء درامي، مو شرط في الفيلم، حتى في اشياء ثانيه تخليني اصدق كده حاجه. فبين ستيلر خرج اكثر من الكومفورت زون. بين ادم ستاندر عنده فيلم واحد بس ماني قادر افتكره ومو معروف، مع انه ادى اداء اثبت انه عنده تمثيل بس على مستوى درامي بالضبط. اسمه ايه ده، ريومي، اللي يكون شغال في مستودع او شيء وزي كده. واو صح، واو صح. يا عم صح، رهيب. ده بول توماس اندرسون اللي بيتكلم على فيلم يعني. اصل بول توماس اندرسون يا جماعه مش هينشن على ممثل ويقول لك انا عاوز اشتغل معاه وبعدين يطلع اي كلام. انا زعلان انا ما عرفت الفيلم ده من 4 سنين يا مهدي، انا بعرفه من زمان. فبتلاقي الفيلم ده حاسس كده. انت كمل بس انا عايز اتاكد ان اسمه بول توماس اندرسون، لانه وانا بسمع وانا بقول الاسم دلوقتي ايه هو بول توماس اندرسون. فقطع الكلام ده كله تمام. اوكي فنرجع مره ثانيه. فعنده دور الفيلم ده ما شفته من 4 سنين، كيف ما شفته من زمان، رهيب الموفي. بس فوق ده كله لو جينا اخر فتره، خد اخر 10 سنين، مين عنده افلام زباله اكتر في العالم كله؟ ده مش ما بين الاثنين، ده بشكل عام. ادم ساندر حرام عليك، عنده افلام جميله جدا في التسعينات. اخر 10 سنين بالذات اللي عمل مع نتفليكس كانت سيئه، على عكس بين ستيلر. ما عدا ذا نايت اوف، شفت ذا نايت اوف بتاع هو كريس روك لما كان بنت ذا ويك اوف. ذا ويك اوف صح. سوري برضو عارف. ام سوري، انا اتسفلت ضحك. انا معاك، انا شغلت وانا يائس منه تماما. اتسفلت ضحك يمكن عشان عندي اكسبكتيشن كانت هاي شويه. بس بين ستيلر اخرج مسلسل، ترى ما شفت الاول حلقتين منه، ماني فاكر اسمه، ديكي على جنب، اخرج مسلسل عن هروب من السجن. اوكي تخيل، اوت اوف هيز كومفورت زون كومبليت. يس 2018 نهايته، عشان كده ما له مراجعه حتى عندي في القناه، دوبي تتفرج عليه. الارتستيك فيو اللي عند الراجل ده حنيفه. مزبوط. اخر افلام اخر 10 سنوات كانت حلوه. ارحم ويتي وولت، ولا ويتي وولت الجسم ذاك برضه كان جميل. فعشان كده انا هروح مع بن ستيلر. هنا هنختلف، انا هروح مع ادم ساندلر لواقع بسيط جدا 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 جدا. ادم ساندلر هو الممثل الافضل. ممكن تكون كوميديا بن ستيلر فيها تنوع اكتر، ممكن يكون بكل التاكيد متفق معاك في ان منظوره الفني افضل بكتير. أوكي. بدليل ان هو فيلم ميكر وفيلم كان راجعي. احنا لسه كنا بنتكلم على تروبيك ثاندر. تروبيك ثاندر من اخراج بن ستيلر. ادم ساندلر الممثل الافضل كوميديا ولا ممثل؟ ممثل يا رجل، ممثل يا راجل. بانش درانك لاف، رين اون مي، سبانجلش، ذا ويك اوف. هو ممثل تقيل، ممثل تقيل تقيل تقيل. هو راح للهيافة لأنها بتأكل عيش وسهلة وكل حاجة أنت عايزها في الدنيا. أي ستيل مع بن ستيلر بس سبانجلش. أنا ميال لأن آدم ساندلر الممثل الأفضل، هو واللي هو فيه النهاردة كلها فرص مهدرة، هو اللي يسأل عنها أولا وأخيرا. صحيح. ولكن أنا شايفه الممثل، وأنا عارف أنك من الناس اللي بتتعب نفسك عشان تروح سينما، يعني أنت بتسافر بلاد عشان تخش فيلم، ودي درجة إخلاص سينمائي بصراحة يعني كلنا لازم نعتبر. لا والله بجد مش بهزر يعني. ولكن وانت قاعد في السينما وبتتفرج على مشهد مؤثر ايا كان اللي بيأثر، على فكره يعني ناس كتير بتقولك انا بتاثر بالاطفال، بتاثر باللحظات العاطفيه، بتاثر بالموت، بتاثر بالكلام ده. في ناس بتتاثر بكلام اهيف من ده بكتير قوي يعني. والله لو قلت لك امثله هتضحك يعني، بس بصرف النظر. المهم انك قاعد وتاثرت في السينما، هتحاول تمسك نفسك وما تبكيش ولا هتترك لنفسك العالم؟ انا ما اقدر امسك ولا ما امسك، انا انسان ايموشنال اصلا، انا انسان عاطفي بطبعي، مو باين انا عارف، بس والله اتس حقيقه. فالفيلم لو ياثر حتاثر. الشاهد بس انه اغلب الافلام اللي اثرت فيا شفتها في البيت. اوكي. انه نوعا ما اروح للسينما ايام زمان وات ايفر، قليل جدا الافلام اللي اثرت فيا مؤخرا اللي بسافر عشان السينما وبحضرها، ولا صدف اني موجود في وقت عرضها ودخلت السينما. وهذا اللي عشان كده انا ما عندي افلام كثير تاثرت فيها في السينما، لكن لا اتاثر ولو استدعى الامر هتترك لمشاعرك العنان ومفيش اي مشكله تخرج. انا انترستيلر المشهد حق لما شاف بنته
أنا اتجننت. ماثيو ماكونهي عظيم قاعد يدمع كده وأنا معاه لقيت يعني والله لا شعوريا في دمعة مو قاعد بس في دمعة يعني في كده دمعة رجولة كده اللي بتشيلها. دي أكتر مرة عيطت فيها متفرج على فيلم؟ لا مش أكتر مرة بس بتكلم على حاجة في السينما. السينما دي كانت من اللحظات اللي فيها في مشهد لا تضحكوا عليه يا جماعة عشان بكون معاكم صريح عشان إيه لا ها لا إحنا اتفقنا المشاعر ما لهاش مقياس معنا. فيلم 14 Hour Stars. 14 hours what? Fault in Our Stars. The Fault in Our Stars. لا يا جماعة بي جادجمنتال واعترضوا واعملوا بتاع مش رايح جايب لي فيلم أطفال وقول لي يلا بقى تزعلوا بقى ولا ما تزعلوش بقى ولا تعملوا بتاع ما تكلموش الواحد وبعدين تقولوا بعد آراء ومش آراء. فولت إيه بس؟ أنت بتتأثر يعني؟ ده فولت إن أور لا لا مش أنا أولاً أنا ما عرفتش أكمل ده فولت إن أور ستارز. أنا اتفرجت على شوية كده وبعدين فصلت منه بقيت عارف رايح فين و عارف برضه لما القصة تبان من أولها لأخرها وأنا قاعد بتفرج كده. ما مهدي ما عندكش أي والله أنا مش رجل متحجر المشاعر لهذه الدرجة يعني بس مهدي يعني باشا أولاً بقى اللي عيطت فيه بجد عيطت بصوت بقى دي أكتر مرة عيطت كده في حياتي يعني وعيطت بصوت مش هزار. كوبو أند تو سترينجز. اوه انت حضرته في سينما طيب انت سينما. طب انت يعني انا حضرته في السينما وما كنت انا بص انا كوبا ده توست مشهدين بقى مشهد النهايه ده في اكتر من حاجه هو في اكتر من حاجه بس مشهد النهايه بتاع كوبا اند تو سترينجز اولا انا الفيلم ده بالنسبه لي كان كده انا ولا كنت عارف عنه اي حاجه ولا مهتم بيه ولا كلام زي ده وحد بعت لي على تويتر قال لي اتفرج على التريلر هتعجبك اتفرجت على التريلر وسمعت في التريلر وايل ماي جيتار جنتلي ويبس بتاع ذا بيتلز انا ما شفت التريلر يا لهوي انا بموت في الاغنيه بشكل انت مش متخيلها ما بارتيكولرلي بس الاغنيه دي انفستد بيه بشكل عجيب لاني عارف قصتها وعارف الميكنج بتاعها وعارف الكلام ده كله وبعدين دخلت الفيلم حبا في القصه اللي اتقدمت في التريلر وبحثا عن الاغنيه اوكي والفيلم كله مشي الاغنيه ما طلعتش ولا لحظه خالص لغايه مشهد النهايه وفي سيكونس النهاية أنا عاطفياً أنا حتى قلت كده في التريلر في الريفيو أنا بقيت واقف على حافة تحملي العاطفي لسبب لأن في النهاية نهاية الفيلم محدش مات مفيش التراجيدي اللي بتخلي الناس تعيط فأنت متأثر وعلى وشك إنك تعيط ومش عارف بتعيط ليه الموضوع مش مستاهل فاهم وبعدين فجأة يا معلم ابن اللعيبة يروح مشغل والدك ماي جيتار جنتلي أنا ترميت أنا كنت واقف على الحافة ما بقيتش عارف بقيت نزلت وبعيط بصوت في السينما فضيحه مراتي قاعده جنبي بتطبطب عليا انت مالك بس يا ابني بس ما دام انا في التجارب السينمائيه تفضل الافلام تكون في السينما ولا في البيت انت سينما ولا بيت السينما بكل تاكيد وما بتكلم بيت عادي اتكلم لو بيت سيت اب وثيم هوم ثيتر وكل شيء كده انا عامل لنفسي في البيت ده انا هقول لك اكتر من كده انا ما عنديش سيت اب متقدم لدرجه التكنولوجي والهوم ثيتر والساوند سيستمز والبولبي والحاجات ديت كلها وبتاع بس عندي سيت اب اللي بحبه عندي سيت اب اللي بيريحني ومش سيت اب واحد الحقيقه هم ثلاثه سيت ابس كل واحد لفيلم شكل ما شاء الله يعني في واحد للفيلم العائلي لو هنتفرج مع بعض بس كلام زي ده وبتاع كلام زي ده انا ما احبش اقول لاولادي قوموا هنتفرج على حاجه ثانيه وهما ما بيقعدوش اصلا بس لو قاعدين يعني وكلام زي ده فعندي سيت اب ثاني بتفرج عليه اللي هو بالسماعات بقى بالبتاع ده انا هركز وسينماتيك وبتاع وبدم ذا لايتس بطريقه معينه وكلام زي ده وعندي سيت اب ثالث بتاع الكوميديز والحاجات الهايفه قوي في السرير التلفزيون بكلام زي ده عشان اعرف اتفرج بكلام زي ده فكل السيت ابس ديت مسليه وبحب في البيت البوسيبيليتي انك تعمل باوز انك تقوم تجيب حاجه تاكلها تشربها بتاع ما اعرفش مين بس السينما عشان الدنيا ضلمه مش عشان الشاشه كبيره ولا الساوند رائع ولا الكلام ده كله ده على عيني وعلى راسي بس انت لو القصه بتانفست يو مش عايز اسفه من كلام الناس في حته التجربه البصريه الافضل سيت اب والكلام ده كله انا لو القصه جابتني على ده انا عشت عليها خلاص مش فارق معايا بقى وهستمتع بالتجربه البصريه وكل حاجه انت عايزها في الدنيا بس السينما ضلمه والمفروض تبقى ساكتة فأنا فعلا بعرف أتعايش مع الفيلم أكتر مليون ألف مرة من أي سيت اب ممكن في البيت حتى السيت اب اللي أنا عامله عندي اللي بقعد فيه لوحدي وبقفل الباب وبقفل النور والكلام ده كله لا في السينما أنت خلاص أنت بتنسى إن أنت بتنسى أنت لابس إيه بتنسى إذا كنت بردان ولا لأ بتنسى إذا كنت سخنان ولا لأ زي ما بقول لك لو في مشهد عاطفي وصل معاك لدرجة الدموع دي أحلى حاجة في الدنيا إن الدنيا مظلمة السينما في السينما أنا طبعا هختار السينما بسافر عشانها بس السينما فرمي زي اللي انت قلته كله بس ابغى نقطة أخيرة you don't have an option ما عندك أي خيار إنك تكمل الموفي yeah. ففي إحنا الزمن اللي إحنا عايشين فيه اليوم ماسك جوال جاك اتصال واحد ناداك تخش حمام تبى تطبخ تبى
انت جاي انفستنج، انت بتستثمر في ذا الفيلم، جاي لابس جالس عشان بريت هتستحمل، حبيت هتستحمل، ما ادري ايش صح هتستحمل، جاكيت صح هتجنبه، هتتفرج وتكمل الفيلم. والعامل الثاني بالنسبه لي انا وجود الناس. الناس كويسه، الناس كويسه. بس والله الفيلم لو ضحك في السينما هتضحك اكثر. صح، بيضحك وانت حتى لو ضحكت بسيط الضحكه بتعدي. صح، الفيلم لو درامي وتشوف احد كده بتاثر، هتتاثر مع مو على تحسين الفيلم وتطول في الناس، هو مع التجربه كلها. ايش ومش بس هو، انا معاك تماما في الكلام ده، وعلى فكره مش بس في الضحك والكلام ده كله يا عم، رياكت. انا مش بقول لك وانت قاعد في السينما ما ترياكت اللي كده واللي ما ادري ايه، هذه حاجات كتير. انا مش هنسى حياتي كلها ريد دراجون شفته في مصر في سينما اوديون، سينما اوديون دول بتوع شباب السينما يعني، شفته في سينما اوديون ميد نايت، ودرجه التوتر والرعب اللي فيه اللي حسيتها في السينما ما حسيتهاش تاني وانا بتفرج عليه في البيت ولا مره. صح. مش عشان الناس بتعلق ولا بتاع، بس عشان التنشن ولا انا سامع بس بالظبط لمجرد انه وده واحد لا بيبالغ ولا قصده يقفل هذا لا شعوري ولا بيعمل تبرش جديد، ده لاش انا احب ده. انا الفيلم ده بس ونفس الشيء بالكوميدي، الكوميدي انا ممكن اطلع من فيلم اقول رهيب، رجع البيت ولا يا جماعه نعمل موفي نايت وشوف فيلم كوميدي كده في السفر، تعال شغل لهم اياه. لا ده ضحكك دحين، ده ضحك يا سامج، ده ضحكك. نفسي احلف لهم على المصحف انه يمين بالله الصاله كلها قاعده تضحك يا سامجين. وتقدر تحس بالفرق، تقدر وانت قاعد في السينما تعرف دول بيضحكوا من قلبهم ولا بيحللوا فلوسهم وخلاص. صح صح، هو داخل فيلم كوميدي فلازم يضحك. جود. يلا نبتدي بص، احنا الاثنين، ولكن سؤالي لك ايوه، اي حفله تحب، الحفلات الصباحيه ولا المسائيه؟ بالنسبه عشان الشباب اللي من الخليج ومن السعوديه، حفله هو موعد العرض، انا ما اعرف يسموه حفلات انتوا، احنا عشان احنا بنحب نحتفل بكل حاجه، احنا شعب فرفوش وما عندناش مشاكل. موعد العرض او الحفله بالنسبه لي انا مورنينج بيرسون، انا لو في يوم من الايام دخلت السينما الساعه 10 ثق تماما انه انا حنام، ثق تماما انه لو سالت عن موفي بعد ما اخرج هقول لك ما اعرف انه ايش 10 الليل. بس انا في لما اسافر دبي ولا البحرين وترجع الافلام، انا من اول الساعه 10 الصباح وانا في الفيلم، اول 10 الصباح انا لحالي. اكره حته اني اكون لحالي قوي، ما افضل، في ناس تقول لك انا احب اني اكون لحالي، بس خلاص اتس وات ات از. يعني بروح فيلم افنجرز حق انفينيتي وور شفته 10 الصباح، خلصت 12 ونص، طلعت كتبت، خلصت من الكتابه على الساعه 1 ونص 2 الا، صورت منتجت في الحلقه نازله الساعه 5. يا فيلم تعمل معك كده؟ لاني شفته الساعه 10، خلاص انا ام انفستنج، الطاقه حقتي كلها بحطها في الموفي. افلام تحس ان مخك قبل ما تكتب جاب الكلام الصح، انت نفسك الريفيو بقت ستراكتشر بالظبط. دي لو باتت ساعتين هتبوظ خلاص، هتروح والله معاها. وما يجيني الاحساس ده في الليل، لانه انا ام ستراجلينج وبعاني اني اكمل الفيلم اصلا، ابو كده طول الوقت وخلص الفيلم، خلص الفيلم ايش شفت انا؟ ابى اكتب عليه نوتس ما في. فحرمت من اكثر من سنه انه انا اي افلام بعد 8 الا ما ندر، وعلى حسب نمت كويس، اكل كويس، شارب قهوه ولا لا، اني اشوف فيلم من 8 ل 10. بعده ما اظن اني عملته فتره طويله يعني. فانا في حفلات الصباح ومواعيد عرض الصباح اكيد هرجع عربي عشان بستغل وجودك كعربي. هذه الفيلمين مش عشانك، انا شفتها، انا شايفها من زمان، بس ما ادري ليه بقارنهم في بعض، يمكن حسيت فيهم بنفس الاحساس. فيلم كنت في ايطاليا يا مسلم، تخيل كنت في ايطاليا في 2017، ما عندهم سينمات بالانجليزي، تمام، تخيل كلها مدبلجه ايطالي، مدبلجه بالايطالي، طفشان. بس عاده بيبقى في عروض كده، عروض كده. ما انا في وقت اللي رحت فيه وكنت في فلورنس ما كان فيه، فانا من حق سهر رجعت البيت بنام، بس بتفرج فيلم، مشتهي اتفرج فيلم، اخذ تيراميسو كده اشوف فيلم. كل الافلام انا شايفها اللي موجوده، ما في اللي في السينما وما في عليها اكسس، فقلت خلني ادي فرصه لفيلم هبته كان نازل من فتره طويله ولو روايه، والروايه كنت مشتريها وناسيها في البيت، فقلت يا عم عوض دي بدي وخلني اشوف الفيلم. وعجبني جدا، عجبني جدا. هنا تعرفت على كدواني. كدواني معلم يعني، فان دايك السينما المصريه والله العظيم معلم. وفيلم لا شفته من زمان، ايام ما اشوف الافلام المصريه باستمرار، وكان اختلاف عن الافلام الكوميديه التجاريه اللي كانت منتشره بشكل كبير، مع انه في ممثل كوميدي بس هو صار دحين كوميدي، بس وقتها يمكن كان لا، فيلم سهر الليالي. انا حبيت الاثنين، هبته ولا سهر الليالي. انا افضل خد في الاعتبار الحقبه الزمنيه اللي اتنشرت فيها، بالذات عشان الحقبه الزمنيه اللي اتنشر فيها، عشان حاجه ثانيه. الفيلمين محترمين جدا،
انا بحب الاثنين جدا وشايف ان لهم قيمه مهمه جدا، وبالذات بحترم في هيبتا كونه ماخوذ عن عمل ادبي. انا بقف للافلام دي احتراما قوي، بحب جدا لما الفنون المختلفه تخدم على بعض، ان الحركه الادبيه تشبك في الحركه السينمائيه. بموت في الكلام ده جدا. بس انا هختار سهر الليالي عشان الموضوع اللي انت قلته، فكره الحقبه الزمنيه. هيبتا لما اتعمل كان مستفيد من دروس كل البطولات الجماعيه في استعراض الحياه العاطفيه سلاش الاجتماعيه صح. والكلام ده كله. وفي قبل في النص في فيلم اسمه سكر مر، مش حلو قوي، مش ما دخلش دماغي جدا يعني، بس برضه كانت تجربه تحترم يعني، لهاني خليفه اللي اعتقد ان هو نفس المخرج بتاع سهر الليالي. سهر الليالي فيرست اوف اول الكاست والناس دول احنا النهارده بنبص عليهم ان كل واحد فيهم يشيل اسمه، وعلى فكره وقتها كمان كل واحد فيهم كان يشيل فيلم. مع انه وقتها انا فورمي عشان مقطع كلامك، انا فورمي احمد حلمي فاجئني وزعلان انه ما بيكمل دراما. احمد حلمي هناك صح. عمل شغل درامي مهم صح. كم طبيعه الاختلافات ما بين العلاقات والمشاكل اللي بتحصل فيها في سهر الليالي متروعه اكتر. كل كابل فيهم كان عنده مشكله شكل. ارتباط الشخصيات، انا راجل فارتباطي بعقليه الرجاله في الفيلم دوت متفهمها اكتر، شايف ان هي ملموسه اكتر. هو طبعا هم كل واحد واقع شايفه عايش، وكل بس. واحد فيهم تمثيل سلبي مبالغ فيه لصفه ممكن تكون موجوده في كل الرجال يعني، كل راجل مننا الاربعه بس بدرجه اقل شويه، بدرجه معقوله، بدرجه ممكن تكون في مخك بس اصلا يعني. التمثيل، المباريات التمثيليه ما بين كل ثنائي منهم كان عظيم. شريف جدا. افتكر شريف منير، شريف منير مع جهان فاضل، شريف منير مع لا شريف منير مع ولا غانم اوكي، واحمد حلمي مع عمر. بس انا وانا بقول المباريات لان في بعض المباريات ما كانتش مع الكابل بالتحديد يعني. لا انا بتكلم على الليدرز، على الليدرز، ما بين حنان ترك وما بين احمد حلمي في مشهد عنيف جدا وقوي جدا، ما بين خالد ابو النجا واحمد حلمي في مشهد عظيم جدا. في حاجات من دي كتير، في ثنائيات، في كابلز، وفي مثلثات اتلعبت في الفيلم، وفي الكلام ده كله، والفلو بتاعه ملموس اكتر شويتين، بالاضافه لان هو طلع في فتره كانت السينما فيها سطحيه جدا جدا بالظبط، وكنا عاملين نهري في كوميدي ما بيعتمد على تويست زي هيبتا. هيبتا كان بيعتمد على عامل ان انت في لحظه هتكتشف في مرحله من المراحل حاجه. عندي مشكله كبيره في هيبتا، مشكله واحده كبيره واتكلمت في كلام مؤلف الفيلم وكاتب الروايه محمد صادق صديقي يعني، واتكلمت في النقطه دي في كل حته في الدنيا حول الموضوع ده. الكاركتر بتاع ماجد الكدواني في هيبتا كان المفروض يتشال، كله حلو وهو اداؤه رائع، ما عملش غلطه في الفيلم وكل حاجه في الدنيا، بس فكره الريفرنس اللي بيربط القصص ببعضها من غير ما انا اللي ربط التربيطه دي بمخي بنفسي وانا بتفرج، لا ملعبها في رايي كان فصيل. لا ملعبها، انا ما شفتها كده ابدا ابدا. اسمح لي اختلف معاك شويه، انا الكدواني ما بقول ثقله تشيله ولا تحطه، بس انا ما حسيت انه هو اللي ربط القصص، انا ما حسيت انه هو اللي ربط القصص. القصص في هبته كانت جميله. اول حاجه الكدواني لعب دور جميل جدا، انه في انا بعدين طبعا رجعت شفت الكتاب، الكتاب بيتكلم على اساسيات الحب وما ادري ايه والحاجات دي كلها، ترى فعلا دروسها يعني. انا متزوج فتره طويله جدا والاشياء دي جميله انك تشوف المراحل دي، بتعيش وتشوف الحاجات هذه وكيف انها فعلا. فلما تلاقي شخص بيديك الدرس ده، بيديك الحته دي، الله ينور عليك، اكرهه على طول. انا داخل الفيلم مش داخل محاضره. بس ممكن من وجهه نظرك صحيح في دي، تعرف ان انا بكره الشخصيه دي في كل الافلام. اللي بيديك قصه، فكره اللي كل شويه يطلع في محاضره يحكي لنا اللي احنا شفناه، مش محاضره، مش محاضره، حتى احيانا فويس اوفر اللي واحد بيقول لك ايش اللي صاير. بس لو وقفته لي في محاضره يبقى انت بتقول لي بالاسم هو ده، اوكي، بتشاور لي عليه. أوكي. زي مورجان فريمان في لوسي، زي ما اعرفش يا عم سقط الموضوع ده، انا عايز انا اللي العب، ما تلعبليش انت. عامل زي لما تيجي تلعب فيفا، انت برضه مالكش في الجيم في الفيفا، لما تلعب فيفا وتلاقي الكمبيوتر بس بطل تلعب، تلاقي الكمبيوتر بيكونترول اللعيبه اللي انت عاوز تلعبها، انت مالك انت يا عم بتسيبني العب. انا ما حسيت فيها كتير، بس الفلو هي تاثيرها مش عملاق يعني. انا يمكن بس الجانب التمثيلي كان اقوى في سهر الليالي، لو جينا بس على التمثيل سهر، بس هنا شبان وهنا حلو. انا احترم المخرج، انا كنت بكره اللي يعطي الفرص. بالنسبه لاحمد مالك بالتحديد انا كنت بكرهه بجد، دمه تقيل على قلبي يعني. لما باجي اريفيوه ماشي، انا بدي كل العدل اللي في الدنيا لقدراته التمثيليه وقدرته على اتقان الدور كده، بس بكرهه، دمه تقيل على، مش طايقه. بعد هبت حبيته والله بقيت احبه، ودي ما بتحصليش كتير ان في ممثل اكون بكرهه وابقى بحبه. برافو عليك، برافو جدا. بعد وراك جانب تاني خليك تشوف الجوانب كلها. ملك قدرات ملهاش حدود بصراحه. سوبر.
انا ما لا نبعد عن العربي بقى، خلينا نرجع تاني للاجنبي وللحاجات اللي حوالين الموضوع ده، وهرجعك شويه في الزمن لسنه ناس كتير بتقول عليها هي السنه الافضل سينمائيا على الاطلاق. وهنا هسالك سؤال، مين الافضل؟ مش من اتنين، هي من ثلاثه ويمكن من اكتر كمان. سنه 1994 اللي لغايه دلوقتي في ناس بتتخانق فيها، ودي خناقه بحبها. انا بس افتكرت الثلاث الافلام ولا الافلام اللي ممكن تتذكر وبخبط على راسي. كمل. اوكي، الثلاثه اللي اخترتهم، وعلى فكره في اكتر في السنه دي يعني، بس الثلاثه اللي اخترتهم: فورس جامب، بالب فيكشن، شاوشانك ريدمشن. كل انا بص تقدر تقول ايه، البشر في العالم. تخيل دي الافلام نزلت في السنه واحده وعلى بعض. احنا في توب 10 موفيز 2018 قاعد تعمل قرعه للمركز الاول. والله والله الثلاثه. بص، في مجازا في ناس بتقول البني ادم الانسان اربع الناس اربع انواع: نوع بيحب فورس جامب، ونوع بيحب توب فيكشن، ونوع بيحب شاوشانك ريدمشن، ونوع بيحب لاين كينج. للمفاجاه الاربع في نفس السنه. نفس السنه. مين انت؟ انهي نوع من انواع البشر؟ لو سألتني، لو سألتني من خمس سنين كان بلا منازع هقول لك فورست جامب. ايه اللي حصل من خمس سنين؟ مو شيء حصل، بس انا عندي تصور افضل للسينما والهدف منها واللي بيصير. موفيز اللي بتلاست، اللي بتدي مسج. انا اكره حكايه الرساله والوعظ ومدري مين، اكره الاسلوب. انا ما افكر فيها بالطريقه دي، بس في موفي سبيسيفيك اثر، تخلص الموفي سبيسيفيك اثر، انه والله في امل، في هوب، او في برنسبلز، في فاليوز، في قيم، في حاجات كتير كده تطلع منها انت بدرس، مع انه فيلم بيتكلم عن حاجه ثانيه مختلفه تماما. فورست جامب للامريكان ممكن بيرتبط فيه اكثر، حتى تاريخ امريكا كله هو جالس على كرسي، كل شيء ذاك تاريخ امريكا كله بقصه جميله وحلوه وشخص ترتبط فيه ومدري مين وكله. بس شاوشانك ريدمشن ما حكى قصه بلد او مدينه او شخص، اتكلم لك على بشر، اتكلم لك على مبدا الحريه ومبدا الامان ومبدا العدل ومبدا المساواه ومبدا الظلم، مبادئ كثيره جدا يا اخي في الفيلم. الفيلم عشت معاه بشكل وانتهى بشكل ثاني، جدا جدا يا اخي جدا. انت ولا جاء في بالك ولا 1% يعني؟ ان شاء الله، ان شاء الله انه اذا ما شفت الفيلم هذا ان شاء الله ما حد حرق عليك الفيلم، وش هيصير؟ لا، اللي ما شافوش يتحرق له عادي بصراحه، برضه ذنبك انا، غلطتك انت اللي ما شفتش. يعني ايه ما شفتش شاوشانك ريدمشن غير لك؟ انا اسف. ففي الفيلم شاوشانك ريدمشن انا هطلع على جنب شويه بالب فيكشن، انه ترنتينو انا من اجمل، انا مره احب ترنتينو، بس مختلف عن الاثنين دول. ترنتينو ممكن اخش يوتيوب اشوف مشهد من المشاهد حق ترنتينو، بس فورست يعني مو شرط اشوف الفيلم بالكامل حق ترنتينو، لانه هو اصلا بيعتمد على سيجمنتس. بس شاوشانك ريدمشن انا هشوفه من الاول للاخر، وحتاثر عليه من اول للاخر، ولين الان بفتكر كوتس دوبا قلتها، انما تقعد بينك وبين نفسك تفتكر كوتس معينه، هفتكر من شوشانك اكثر من افتكر من فورست جامب. يمكن افتكر ران فورست ران، ذات سيت اللي هفتكره يعني، بس يمكن في شوشانك ريدمشن هفتكر حقت، هفتكر حقت هوب از ا فيري دينجرس ثينج، هفتكر المشهد لما شغل لهم الاغنيه كيف الناس كلها جالسين. بقول لك اكتر من كده، بس انا كل ما ببعت ايميل لحد بقول اتس اميزنج وات يو كان اكونت، ما اعرفش اقولها ليه. والله لما بخلص اي ورقه من اي نوع عن طريق الايميل لازم اقعد كده اتس اميزنج وات يو كان اكونتش باي ميل. والله والله فشوشانك في ناس تقول لك اوفر ريتد، في ناس تقول لك واي نمبر 1، ما حاقول لك ليش ولا حضيع وقته اقول لك ليش. ادي وقته شوفه مره واثنين، هذه من الافلام اللي فعلا كلاسيك واللي تشوفها اكثر من مره، واللي فيه معاني وفيه مسجز وفيه هيدن مسجز. يا عم حكايه الشخص اللي كان بعد 50 سنه حيفرض جر صراحه، 50 سنه في السجن ما يبغى يطلع. انستتيوشناليزد دي بقت كلمه، ده بقى الفيرب برضه. تعرف ان انا قعدت فتره كتير لما بقعد في الشغل متعود على شغلي اكثر من اللازم. انا بوصف نفسي كده، انا بقيت انستتيوشناليزد. انا ما بحرق، خساره انه ما بحرق على الشخص اللي ما شافه، ولا كان ممكن اتكلم. احنا حرقناش حتى لهذه اللحظه، ما حرقنا بس انت فاهم وانت حاسس وانت عارف. وشاوشانك ريدمشن، انا تيم في شاوشانك ريدمشن برضو كل تاكيد بدون اي تقليل لفورست جامب. اوكي، يعني فورست جامب انا بسميه منتج علاجي بمنتهى الامانه، بعيدا بقى عن حته تاريخ امريكا والمعروف كل الكلام دوت حلو، وبرضو متقدم فنيا بشكل عظيم جدا. متابعه رحله شخصيه فورست جامب بالبساطه اللي بيحكي بيها الاحداث اللي بتحصل في حياته واللي هو بيختبرها في كل موقف بيعدي بيه، علاجي، منتج علاجي، وهو بيوصف المطره
مطرة كانت بتيجي من اليمين وكانت بتيجي من الشمال كانت بتيجي من فوق كانت بتيجي من تحت فكرة بتيجي من تحت دي اتخفتش. بس الأوسكار ظلم شوشة طبعا طبعا ونصف فورست بزيادة نصفه بزيادة ما عرفش حتى بزيادة لا بزيادة اللي كل شيء أخذه في ديك السنة يا مان دول إذا كانت هاتس ميلان طب يا خليك عادي لأدي ده أفضل فيلم ده أفضل ممثل ما بيعملوا كده دلوقتي على فكرة بس يعني دلوقتي ممكن يكون فيلم معين شايفين إن هو الأفضل بكل تأكيد على جميع النواحي دي بس ما ادلوش كل حاجة برضو لكن زمان ما كانوش بيعملوا كده زمان أنا فاكر كان دايما بيقول لك الكلين سويب فين من ساعة من أيام إيه من أيام كريمر فيرسس كريمر بس ياخد الكلين سويب ياخدها بالله فورست جامب على كل حاجة في شوشك ريدمشن ما عجبك ولا شيء في شوشك ريدمشن شوشك ريدمشن كان لازم ياخد حاجات بول فيكشن كان لازم ياخد حاجات أكتر من كده بس بول فيكشن أخد الأوريجين سكرين رايتر وهذا أدى في البومينج لكونتر ترنتينو لو تسألني كان لازم ياخد حاجات تانية برضو جون ترافولتا في السبورت كان لازم يكسب بس طبعا اتظلم ولكن بلاش نقلل من قيمته لا 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 فورست رهيب انا بروحت اليه قبل كم سنه رحت اكلت في الجبا جامبز ده حق الجمبري بس عشان بس بتصور هناك وافتكر الاشياء دي ف اتس اميزنج من غير اي مقدمات المجنون ما تكلمنا عليه وهذا اللي مزعلني ستيفن سبيلبرغ لا ما تكلمنا على سبيلبرغ تكلمنا على سكورسيزي ولا نولان وليش؟ كمان نولان تجاريا اربح اي ثينك الجيل الجديد اكيد سكورسيزي افلام كانت بتتفهم بعدين بالظبط الناس كانت بتحب افلامه بعدين اغلب الافلام بتاعته احنا اختبرناها في البيوت مش في السينمات نولان رهيب وكله سكورسيزي رهيب ابغى اعرف ابغى كده تبروفوك بص كمان مره ندي الديسكليمر العاديه كمان الاحترام الاثنين بحبهم جدا 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 ومن المفضلين المفضلين جدا جدا والكلام الكتير بقى اللي احنا بنقعد نقوله ده مش قصدي حلل اقلل من اي حد فيهم على اي مستوى هنتصر لسكورسيزي عشان نقطه الحقيقه هي ده اللي عايز اتكلم فيها وعبرت عن ده وانا بتكلم في افلام نولان وسعيد ان هو ابتدى يتحرر منها شويه بالتحديد في دانكيرك نولان عنده هوس شديد جدا بالنظريه العلميه حته okay. الانجاز العلمي بتاع تجسيد شيء ما حدش شافه قبل كده او اني اجيب ظاهره طبيه واعمل عليها فيلم بدون علم الناس لان دي ظاهره موجوده ولما تقعد تدور معاها تلاقي مدى الدقه اللي هو مثل بيها الموضوع ده او اني اروح لظاهره كونيه نفسيه زي الاحلام واقعد اعمل لها قواعد واعمل لها عالم الكلام ده كله هل انا بقول ان ده وحش ده مش وحش ده عظيم ده رائع ده كل حاجه في الدنيا بس واتمنى ما حدش يقفش عليا قوي في النقطه دي لو جربت افلامه من ده هتفقد كتير قوي من وزنها انا اكاد يعني اطلق تصريح ان انسبشن لو شلنا منه فكره الاكسبلوريشن بتاعتنا احنا كمشاهدين للحلم مش هيفضل حاجه تقريبا مش هيفضل حاجه يفضل بس علاقته بمراته شويه علاقته ببنته شويه بقيه الشخصيات المسانده كلهم هوا لدرجه كلمه هوا ممكن يكونوا مش موجودين في الفيلم اصلا ما لهمش وزن ما لهمش دوافع ما لهمش مقدمات ما لهمش اي حاجه في الدنيا وانسبشن من الافلام اللي انا بحبها جدا ومديها تقييم عالي جدا مش قليل بس عشان تقل الاكسبلوريشن بتاع الظاهره حتى لو كانت مش علميه لان في انسبشن ممكن تكون مش علميه بس هو كساها قواعد وكساها قوانين وكساها بتاع لدرجه انها بقت دراميا مقبوله جدا شوف انا كنت هقول سكورسيزي بس بعد كلامك ده انا اي هاف تو انتصر لنولن فعلا يس لانه نولن عشان اللي انت قلته بالضبط نولن اغلب افلامه مو بس انه اخرجها هي ايذر رايتد كلها او كورتنت او انه ساعد في كتابتها تمام فالمخرج هنا عنده رؤيه فنيه من السكراتش من هي ورقه بيضاء لما دخلت السينما وشفته هي اونز هو ده كله حقه عنده رؤيه وبياخدها فنيه دي معرفش رؤيه فنيه جدا يا مان حرام عليك انت لما تشوف عنده رؤيه فنيه انا مش بجرده من ان هو عنده رؤيه فنيه بس عنده رؤيه علميه ليه؟ عنده رؤيه ليه؟ ابهاريه ليه ليه برستيج ايش فيها علم برستيج مش علم برستيج انا اسف برستيج مومنتو ايه الامنيجا والسمكه والذاكره والجسد باشا انا لا 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 مو قصه فنيا
قبل مومنتو مين كان في انسان يجرؤ يجيب لك فيلم باكورد؟ لا ما حدش. وانا لا باشا انا مين يجيب لك فيلم باكورد؟ انا عملت مراجعات على القناه للكلاسيكس في الحياه كلها ما اعرفش اربع خمس حلقات منهم اثنين لنولان والاثنين بس عشان كده عند مرده بس هذا كمان انا اكمل بالله عشان نولان انا يعني انا تركوت سكورسيزي بالاساس بس الحين لازم انتصر لقيت اعدمت نولان بزياده خالص والله مش قصدي نولان بحبه جدا شخص خلى فيلم سوبر هيرو فيلم سوبر هيرو كوميك بوك تمام اللي الكل بياخدها على انها جزء من زبالة هوليوود ونيش جزء من الدمار دارك نايت انه يقارن بافلام عميقة جدا هتقول لي هيث ليدجر اقول لك اللي اخرج من مين اللي حط الرؤية حقت الفيلم هذا مين هو صح انه ادى شيء كبير فيه هو اللي اخرج الفيلم الثالث والفيلم الثالث لا يقارن بدارك نايت ايه ما لا يقارن الفيلم الاول لا يقارن بدارك نايت يا حبيبي ايوه بس دارك نايت الرؤية الكاملة حقت مين عمل ده كله مين عندك انترستيلر عندك انترستيلر انت هتاخد بس الظاهره الكونيه وتنسى لا مش بشيلش ما بقولكش ان الباقي دوت ملوش قيمه ولا السينماتوجرافي حقته من غير من غير المخرج ما بياخد قصه بس يا مان المخرج بيجيب لي كل شيء المخرج عنده كوردينيت بكوردينيت كل حاجه المخرج بيدي لك مشهد بديك مشهد انا لو حضيسبت واقول المزيكا حلوه المزيكا كل واحد فيهم عمل ادوار زي الفل بس هروح مدي الفضل للمخرج وانا ما بقللش من قيمه نولان في المشاهد اللي هو قدمها في الاجزاء الكبرى بس ما لا لا مش بقولك ما بس ما بيعتمد بس على اشياء كونيه والعلميه لا انا قلت بيعتمد بس انت بتقول هذا انا بقولك بتمثل وزن كبير جدا من اللي هو بيقدمه مش الغلط ولما جيت ادي لك مثال بالتحديد ما قلتش انترستيلر ما قلتلكش ان انترستيلر هيبقى ولا حاجه لو شلت منه النظريه العلميه والبلاك هولز والورم هولز والكلام ده كله انا رحت الانسبشن بتاعه فيت اخذت فيلم واحد طيب لا 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 على فكرة. أنا فيلم مبني على فكره انا قصدي ادلل على النقطه دي بالتحديد ان الراجل ده شاغل نفسه بالنظريه العلميه وشاغل نفسه بانه يساعدك في انك تستكشف عالم ما تعرفوش وما تعرفش عنه اي حاجه في الدنيا في بعض الاحيان عشان نكون واضح على حساب الدراما ومع ذلك انا شكرت جدا في تحرره من ده بانكر على الجانب الاخر عشان بس احنا كل ده عمالين نتكلم في ليه نولان اقل من سكورسيزي وما اتكلمناش في ليه سكورسيزي في رأيي انا على الاقل في تقديري انا شايف ان هو اعظم من نولان او بفضله عن نولان الراجل اللي بيديك مشهد فيه واحد بيقول فاني هاو ده في ايه ده والنبي والنبي ده في ايه ده فين الزاويه بتاعه الكاميرا فين الممثلين الكبار اللي عاملين ده جو فيشي وريليوتا وبتاع 10 كومباس حواليه قال له فاني هاو والكل سكت رجع انا من الناس اللي باي ذا واي دخلت في المود يعني جامد في اللقطه فين التصوير فين الاخراج فين المونتاج فين ما فيش اي عنصر بارز عشان كده بقول لك اداك مشهد ليه المشهد ده يعيش لغايه النهارده انا بتفرج على فاني هاو لحد النهارده وما بزهقش وما اظنش ان الكلام ده بيتكتب ده يتكتب ازاي يا عم اي حد في الدنيا ده بيكتب سكريبت لاي حاجه في الحياه ده يتكتب ازاي انا اجين انا كنت هقول اكيد سكورسيزي لان سكورسيزي عنده طبعا باع اكبر يا اخي نولان لسه قدام ونولان ممكن يوصل في يوم من الايام يكون اعظم من سكورسيزي انا اكيد حيوصل الى الان هو سبق وعنده خبره وعنده افلام لو رحنا جبنا اول سبع افلام لدولة سبع انا ما اعرفش اذا كان نولان عمل سبعه اوريدي ولا اتاري عمل سبعه بس طبعا لو شفت اول سبع افلام لده اول سبع افلام لده نولان يكسب صح ممكن اتفقنا بما اننا بنتكلم عن المخرجين وقعدنا نتكلم على نقطة ميل حد للنظرية العلمية أو لأنه يوريك عالم ما شفتوش قبل كده ممكن نتحرك للرائد بتاع هذا الموضوع إن صح الأمر بعد ستانلي كوبريك طبعا ما بقللش من قيمته ولكن العمل ده لعدد من مهول من السنين في عدد مهول من الأفلام كلها النهاردة كلاسيكيات مش ممكن ننساها ستيفن سبيلبرغ ستيفن سبيلبرغ في ذهن الكثيرين مرتبط بشكل مباشر بالخيال العلمي بصرف النظر عن أي حاجة تانية ولكن سبيلبرغ ما عملش خيال علمي بس سبيلبرغ عمل فيلم حربي يعتبر مرجع حتى الآن عمل فيلم عن الجاسوسية والقتل من أعنف الأفلام اللي هو ميونخ يعتبر ليه عنصر تاريخي وليه حاجات تانية من أقوى ما يمكن ومن أعظم ما يمكن عمل كاتش مي إف يو كان قصة الناس بتجري ورا بعض وده سبلاش أوف كوميدي كمان في وسط الأحداث ومع ذلك أنت كمشاهد أعتقد أنك بتحب ستيفن سبيلبرغ صح؟ مبدئياً يعني انت تحب ستيفن سبيلبرغ الدرامي ولا ستيفن سبيلبرغ بتاع الخيال العلمي؟ واو والله ما توقعتها ابدا دي ما اختلفش معاها بس ما توقعتهاش ابدا ازاي؟ انت عارف الدرامي ايش؟ من عنده شندلر ليست
شندلرز ليست طبعا. عنده لينكولن. عنده لينكولن. عنده سيلينج برايفت راين. مظبوط. عنده ميونيك. دي كفاية. بس مقابلها ليه؟ تقصيرا مني او يمكن مو تقصيرا يا اخي مسألة اذواق. I'm not a fan of Jurassic Park. او بالاصح لاني ما شفتها وانا صغير. لما كبرت. It was too late for me to catch up مع Jurassic hype. تمام؟ ايتي حلو بس برضو شفته ما شفته وانا صغير. مشكلة لما اشوف الاشياء الخيال العلمي في وقتها يكبر يكبر عليها لانه المؤثرات والاشياء دي كلها هو حيشوفها انها شيء كلام فارغ او قد غيرها استهلكها ما يشوف الاوريجن حقها من فين طلع. صح. فعشان كده انا ما لانك عشان كده ما بحبش اتكلم على افلام قديمه فمرتبط معاها مرتبط مع الخيال العلمي لده السبب. كان عنده فرصه انه يرجع الكلام هذا في ريدي بلاير 1 شايف ان ريدي بلاير 1 فيلم حلو عشان قريت الروايه اختلف معك هو فيلم حلو لا لما تعرف القصة أساسا وبعدها قديش كترة وتعرف أنه أخذ قطمة منها بس والله كأنها تفاحة وسوى كده بس وساب الميت كله واستخف بمشاهد كتير كان فيها عمق أكبر درامي أكثر ركز على الريفرنسز أكثر أمركها يا مان أمركها الريفرنسز في ريدي بلاير 1 كلها على مجتمع الجيمينز كلها على الألعاب حقت الأيتيز والأشياء حقت الأتاري والسيجا والحاجات دي كلها جاء مركها بطريقة سخيفة ومدخلي دخلي جوراسيك بارك لي أنت مالك أنت هو عامل فيلم للأودينس بتوعه ماهر أصلي ودخلي شايننج لي يا لهوي اوعى تقول لي المشهد بعد وش حلو بس دخلي هو ايه انت يا راجل ده انا كنت بسقف بوداني وانا بتفرج انا هذه مشكلتي ان هو راح لك انه راح للمشاهد انه بيكسب المشاهد الأفرج العادي الكتاب مو للأفرج المشاهد الكتاب جاي للجيكس والجيكس كمية كبيرة جدا هل احنا انت لو نزلت بس هل احنا كده بنقول ان ريدي بلاير 1 ما بينتصرش للجيكس لا اختلف معك لا ما انتصر ابدا هو راح استغل الجيكس بقصة لكن لو اخذ الكتاب لو اخذ يا اخي ما عمره في فيلم حيجز الكتاب والله انا عارف الشيء ده وفي في في قاعده بس ليه تامريكو يا اخي ليه تامريكو انا بحاول احترمها في كل كلامي على كل افلامه صعبه جدا على فكره من اصعب ما يمكن انك تحاول تطبقها اتفرج على الفيلم اللي صانعه بيقدمه لك مش الفيلم اللي انت منتظره من صانعه انا معك بس عشان الصانع فما ينفعش احاسبه على اللي ما عملوش لا احاسبه على اللي عمله بالظبط انا بحاسبه على اللي عمله في الفيلم انه خبصه خبص القصه عشان انت عارف القصه طب تخيل معي لكن اللي ما قراش الكتاب لا انا معلش القصه زي انا دايما اقول الروايه زي التاريخ تمام مرجع لا مرجع مختلف مثلا لا مختلف مع القاعده يا حبيبي مثلا الروايه عمل ادبي مليان افكار لو انا هقتبسها او هشتغل معاها ممكن اخد فكره واحده منها واعمل بيها اللي انا عاوزه ممتاز لو كانت روايه غير معروفه روايه غير مشهوره اي اجري معاها ابعد من كده كمان ده لو قصص حياه بني ادمين وانا قررت العب فيها زي ما كوينتن ترنتينو عمل في قصه مقتل هتلر يا سلام شو سوى هنا ترنتينو اخذ قصه معروفه للكل والجميع وطلع منها تويست جميل جدا ما راح مثلا ترنتينو في احداث معينه في القصه غير الكاستيومز حقت الالمان وجاب كاستيوم جديد مثلا مختلف امريكي خاص فيهم عارف انت دخلت للاسنس دخلت للاساسيات لعبت لي فيها انت ما لعبت لي في احداث لعبت لي في الاساسيات اللي اساسيات القصه اللي مبني عليها والله عشانك ما قريت القصه ما انت عارف انا بتكلم على ايه بس اي انسان انا بقوله اي حد ما قراش القصه هيبقى رايه زي رايي ما انت ممكن يعجبك الفيلم ممكن ما يعجبكش انت حر مفيش اي مشكله في الفيلم بس عشان اقول ان نواقصه هي عدم اخلاصه للقصه وان القصه افضل منه بكتير انا شفت ده كتير في حياتي انا حتى الان بضرب المثال بلايف اوف باي لايف اوف باي رهيب وما وانا قريت الروايه شفت الفيلم قد ايه من الروايه متشال في الفيلم كتير بس ايه ما تغيرت الهيئه الكامله اللي هي بوت ولد والنمر هذا الاساس تخيل جاب لك الكتاب بوت ولد وطير ولا بوت ولد وكلب ايه المشكله لو بيريبريزنتوا حاجه ايه المشكله انا بالنسبه لي قتلت جماليه الفيلم انه انت قاعد تدمج اشياء امريكانيه بزياده بتامريك الفيلم بزياده خرجت الريفرنسز الجميله في عالم الالعاب اللي كان ممكن الفيلم الوحيد اللي يطلع جاي ريليتد لعالم الالعاب يطلع منه حاجه كويسه يا اخي هو خلى فيلم بيشاور على كلتشر ريفرنس بس عموما هل ده السبب اللي بيخليك تغضب عليك مخرج خيال علمي لا 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 لا, لا, لا.
قلت لك من اول انه انا اصلا مرتبط معاه في افلام جوراسيك بارك, مرتبط معاه في الحاجات هذه, عشان كده انا ما بس ارتبط مع الدراما اكثر. حلو. يعني لينكولن ابداع داني لويس, دانيال دي لويس انه راح اب تو 3 اورز تقريبا الموفي. ايش بك انت في احد تقدر تقول 3 ساعات موفي اليوم في الزمن اللي احنا فيه ده؟ اللي بيحكي عن رئيس امريكي كمان من صح ولا لا؟ بس بس ارتبطت معاه عاطفيا بشكل جدا كبير. فيلم سيفين برايفت راين يا لهوي على الجنان, كل افلام الحربيه على جنب, الفيلم ده على جنب. دوبي عملت مراجعه او مو مراجعه بتكلم ما اقدر اراجع الفيلم ده, بتكلم مناقشه وبقول توصيه لفيلم ذا بيانست. وانا قاعد اسوي ذا بيانست وانا طول الوقت اقول يا عمي ذا بيانست ولا شندلر ليست ذا بيانست, بس رحت للبيانست بس عشان البرفورمانس حق ايدن بول. مع انه السؤال ده قد طرقنا ليه شويه بس ما دام انه مكتوب نتكلم فيه. جيم كاري ما دام انه يعجبك, وجيم كاري ما انه البهلوان اللي جوه يعجبك, طب الدرامي اللي فيه جيم كاري درامي ولا كوميدي؟ يلا. جيم كاري اثبت انه ممثل درامي قادر ويقدر يعبر كويس جدا, شفنا الكلام دوت في اكثر من تجربه. شفنا ذا ترومان شو احد افلامي المفضله, وعدم فوزه بالاوسكار مش بس عدم ترشحه للاوسكار, عدم فوزه بالاوسكار على حساب روبرتو بينيني انا شايفه من جرايم الاوسكار. ايترنال سانشاين اوف ذا سبوتليس مايند طبعا, تالي كان فيلم اسمه مان اوف ذا مون اللي عمل فيه الراجل الكوميدي ده. عندك 23 ماجستيك على عيني وعلى راسي, ولو انه برضه حته الدراما الملحميه اللي فيه بلغوا فيها شويتين, خلوا فيلم خمسيناتي شويه, لكن فيلم حلو هو عمل فيه اداء كويس جدا. بس لا انا جيم كاري كوميدي. كوميدي حتى رغم اعترافه هو شخصيا بان الشخصيه الكوميديه دي كانت ماسك, وهو كان بيقول لك انا تشرفت بلعب دور جيم كاري لفتره 30 سنه بس انا الاول اني اتوقف, كل اللي انتم شفتوه ده كان ماسك. دي كان حاجه واحد بيلعب دور واحد بيلعب دور واحد مش اكتر من كده يعني. بس وانت بتلعب دور واحد بتلعب دور واحد وبتعمل حاجه يبدو انك ما كنتش بتحبها ومش فخور بيها النهارده كمان, انا ما اظنش ان في حد عملها زي ما هو بيعملها. فبناء عليه انا ما استثنيش دي من تاريخه كله لحساب اللي هو عمله على مستوى الدراما. انا اختلف معك مو عشان شيء بس لانه من جد لو طول في تاريخ جيم كاري هو كبير ورهيب وجميل ويضحك, وطفولتي دمان دمر وذا ماسك ولاير لاير ذا كيبل جاي مو مره, مع ان ذا كيبل جاي بلاك 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 كوميدي حلو يعني تمام. محتاج حاله معينه عشان تعرف تتابع. بس لما اشوف انه دي الافلام على الرغم انها اسطوريه حرمتني من ممثل كان ممكن يكون عظيم. Eternal Sunshine of Spotless Mind جيم كاري اوراني شيء انا ما كنت اتوقع اني ممكن اشوفه منه, وللحظه ماني عارف كيف المخرج مين اللي اخرج الفيلم, ماني عارف ايش اللي شافه في Eternal. الراجل اسمه ايه؟ معلش مين اللي اخرج بعدين يا مهدي وبعرف مين اندي كوفمان حاجه كوفمان لا اندي كوفمان ده اللي عمله مخرج بتاعي. فماني عارف كيف نقاه وكيف نقاه وكيف انه اخرج معاه بالطريقه هذه, كان اميزنج كسوبر. حاجه ثانيه كمان فيلم ترومان شو يا الله لما نعرف انه ايش وضعه وجاي يقول له سيبي ده كله, فكل ما افتكر انه كان ممكن يطلع اكتر من الراجل هذا. ليه ليه بتفترض انه كان ممكن يطلع اكتر من لا لا ممكن لا ما يكونش عنده اكتر من كده ليه زيه او يطلع لي زي كده كتير, لانه يا مان احنا we are fed up with clowns, we are fed up with the commercial movies والافلام التجاريه. بس كان عنده افلام كان ممكن يطلع عنه جانب درامي كان هيكون قوي جدا صراحه. يعني تراهن على ايه؟ على حساب ايه؟ تحب تماينس الكوميديز الكتير اللي هو عملها لحساب بس الموضوع كتير ايه؟ لو نتكلم بكل واقعيه والله Eternal Sunshine اللي كتبه تشارلي كوفمان الرجل العظيم بتاع ادابتيشن بتاع الكلام ده كله, المخرج واحد اسمه ميشيل جوندري انا ما اعرفوش شكله هو اللي اخرج نفسه. فأنا أرجع مرة تانية نرجع معلش وحكون بروفوكتيف شوية. جيم كاري من نهاية التسعينات ما قدم شيء كوميدي كويس, على العكس تماما قدم لنا أشياء تاريخية. الموضوع مسقط مني ما أعرفش أقولك إن نهاية التسعينات ديت يعني هو معنا لا عندك حق طبعا. فهو جات فترة بسيطة ترى بس أنا عاوز تقولي إن أنا كنت كم عايش كم في عالم ما فيهوش إفنشور لا ما فيهوش دماسك. ليه ما تروح معادلة عادل إمام؟ عادل الإمام قدم معادلة في السينما جميلة جدا, فيلم كوميدي جي بعده فيلم درامي بعدين تعاد بفيلم كوميدي بعدين فيلم درامي, عشان في يوم من الأيام تفتكر عادل الإمام ممكن تنقص من دوره في الاثنين في الدراما وفي الكوميديا, عمل لك دورين جميلين جدا. فجيم كاري كان ممكن يسوي كده يا أخي, كان ممكن يطلع يكون الوحيد اللي يقدر يتنقل دائما. مين عمل كده في السينما العالمية؟ ماني قادر أفتكر ترى
تصدق صعبه؟ ما في. يبدو ان طبيعه الصناعه اللي عندهم هي اللي بتحدد الواحد اكتر من اللازم او مهما كان. It's age related شكلها. Age related. انت العمر معين. والستوديوز related برضو في نفس الوقت. خلي بالك في حته المفردات بتاع البحث الاستوديوهات عن الربح اولا واخيرا هما لما بيلاقوا حد بيجيب فلوس في حته معينه كوميدي خلاص. وما اعتقدش ان في ممثل في امريكا ايا كان حجمه حتى ولا مخرج ولا صاحب ولا اي حد في الدنيا مهما كان حجمه ممكن يبقى له كلمه على الاستوديوهات الكبرى. بعكس مصر عادل امام يقدر يمشي كلامه على اللي هو عاوزه في عزه في الثمانينات وفي التسعينات وفي الكلام ده. عادل امام لو عايز يعمل ده هيعمله عايز يعمل ده هيعمله. والسينمات والاستوديوهات والشاندن استوديوهات يعني شركات الانتاج والكلام ده وبتاع ما اعرفش مين انا عاوز عادل امام زي ما هيعمل ان شاء الله هيطلع يعمل لي مسلسل كل سنه ما حدش بيتفرج عليه الكلام ده كله انا عاوزه. انا عاوز عادل امام لان ده الهاوس هولد في زمن ما عادش فيه هاوس هولد. أنا معك. أنا جيم كاري رهيب بس جانب الدرامي كش حسيت فيه أكثر وصل لي أكثر. الكوميدي هي فيلمين اسفنتورا 2 لا هو ثلاثة اسفنتورا 2 دمر دمر وذا ماسك. البقية بقية كلاون زيادة أنا بحب لاي لاي جدا كلاون زيادة كان أبو أبا 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 ولي قاد ربكي تو ماتش أنا أكيد يعني أنا بحب الحاجة دي أنا وبعدها كده خلاص أنا يعني يور ستايل إز شالدش أكثر من إنه كوميك. لأنه أنا مثلاً تسألني سؤال معناته ما سألتني بس أنا حسأل نفسي سؤال عشان تعرف بس أوصل لك إياه. لو تسألك يا ماهر أنت كستاند اب أصلاً والكوميديان اللي في العالم مين يعجبك؟ هم ثلاثة تمام؟ جورج كارلين واللي هو فيلسوف وما بدي كوميديا ويتفلسف بيتفلسف معاك بطريقة بأنه وصلك لمرحلة كده دغدغ دغدغ جوا بتضحك إنه كيف وصل يدغدغني للمنطقة دي. والثاني حيكون لويس سي كي. مع انه لويس سي كي ما هو اوراجوز ما هو طالع يسوي بوجهه كده بيديك مواقف بيتكلم في اشياء عمرك ما حتتكلمها في الاماكن ما في احد انسان ثاني حيتكلم فيها عادي. وديفيد شابيل وشابيل ده برضه حيجي يتكلم اشياء ما ممكن يقدر يعملها. كوميكين في كريس روك بيعلي صوته في مكان يسوي مكان دي قصه كيفن هارت هذول كوميكس. بس فور مي انا الكوميديانز الصح اللي يقدر يحكي ستوري ويقدر توريليت معايا مش شرط ستوري حقتك انا ما اقدر اعيشها معاك انا فيها. جيم كاري ما حسسني ده كستاند اب كوميديان انا معاك تماما للصبح انا فاهم ده كويس. لكن كبرفورمر ولا ديف شابيل يعرف يعمل جيم كاري كان بيعرف يعمله ولا جورج كارلين كان يعرف يعمل اللي هو بيعمله ولا لويس كي حاول يعمل بس انا حاولت اوري لك اريد اوريك الجانب الكوميدي اللي يعجبني فانا مستحيل اني حط على ده. وانا قلت لك ان انا ما بحبش لويس سي كي عشان بيقعد يتكلم بالتون العاديه بتاعته بيدينا بس رؤيته التويستد لبعض السيتويشنز وده بيطلع منه كوميديا بحبها جدا وبحترمها زي الفل معاها. بس البرفورمانس اللي كان بيعملها جيم كاري ما حدش بيعرف يعملها. انت قلت اي حد في الفتره دي لما كان بيحاول يقلده كان بيطلع يعني اسمه ايه لوجويزامو جول جويزامو دوت كان عمل فيلم بيحاول يريكرييت فيه اللي بيعمله جيم كاري طلعت حاجه من اسخف ما يمكن. الواقع بتاع اللي انت وصفته جيم كاري لما كان بيعمل الوش اللي ما عرفش مين يقعد ويضرب راسه في الترابيزه ويقع والكلام ده كله حتى لو انت شايف ان هو تشايلدش ومبالغ فيه واقع هو ان احنا تقبلناه منه وما عندناش استعداد نتقبله من حد تاني. بالظبط اجري بس انا تقبلته منه وانا صغير. انا ماني قادر اجاوب نفس السؤال ده. هل لو انا كنت في ديك الايام رجل اربعيني تمام وشفت هذا الفيلم ورجل في الثلاثين في عمري الحالي سؤال وشفت الفيلم ده حيعجبني او لا اي دونت نو انا ما اعرف ما حقدر. فانت عشان احنا مرتبطين معاه ارتباط طفولي نوعا ما قدرت عشان كده اقول لك الين اليوم في افلام عجبتني وانا صغير لما كبرت قلت ايش ده منها افلام اسماعيل ياسين ومنها افلام لاير لاير لكن في فيلم الى الان يضحكني دمن دمر ذا ماسك لانه شخصيه من الاول للاخر اتس فاين ما هي موقف بيعمل فيه حاجه فذاتس هذه وجهه نظري. السؤال الاخير بما انك انا عارف انك بتحب المسلسلات جدا وبتتابع المسلسلات okay. بقلب جامد وانا محترم انك بعتني عن اسئله المسلسلات عشان انت عارف ان انا مش شخصيه مسلسلاتيه بنفس الدرجه اللي انت فيها يعني. ولكن احنا عارفين كويس قوي ان السنتين اللي فاتوا نقول مجازا خمس سنين اللي فاتوا بيشهدوا نهضه مستمره للمسلسلات وبيسحبوا البساط من تحت السينما لدرجه ان في ممثلين كبار النهارده ممكن يرفضوا افلام عشان يعملوا مسلسل. وانا عارف المعلومه دي جدا يعني متابعها جدا وكلام زي ده. ولكن احنا داخلين على 2019 اللي برضو زي ما قلنا في البدايه احنا في 2019 مش داخلين على 2019 احنا في 2019 اللي برضو فيها وعود كبيره بافلام كبيره واجزاء جديده وما اعرفش مين وفيها وعود بمسلسلات مهمه ومواسم مهمه من مسلسلات مهمه ومواسم اخيره من مسلسلات عملاقه ممكن تكون تسببت في النهضه دي كلها اصلا وكلام زي ده. انا عاوز اعرف توقعك مش تفضيلك 2019 سنه مسلسلات ولا سنه افلام؟
بلا منازع مسلسلات. لا خبر ابيض بلا منازع. نحن عندنا ترنتينو وعندنا سكورسيزي بلا منازع مسلسلات، انه هذه مراهنات. انا براهن على ترنتينو وسكورسيزي انهم رهيبين وحيجيبوا لنا اشياء. سيت فيلمين على الغزاره اللي كلها حتصير. لو افترضنا انه الاثنين دي نجحت، ممكن الباقي كله ما حينجح، ممكن. والباقي اغلبه ريميك. وقت الاشياء اللي عم انتسيبيتنج في 2019 بجانب سكورسيزي ذا ايرش مان وونس ابون ا تايم حق ترنتينو، حتكون اغلبها افلام يعني والله يستحي من اقولها. شزام، لاين كينج الريميك، تغلط في شزام وفي دي سي بقى حيطلعوا يطلعوا والادن يا سيدي كتالوج مليان ده ومليان ده. هي ممتاز، بس اجين المسلسلات عيد معايا، مجرد انك تقول والله العظيم والله والله مو تكبيرا ولا نفخ فيه، بس مجرد انك تقول انه هذه السنه في 2019 حتكون نهايه جيم اوف ثرونز، هذا الحال في كفه وتاريخ اي حاجه ثانيه في كفه. صدقني الست الاسابيع هذه اللي اشوف فيها ست مسلسلات حتكون ست اسابيع للتاريخ للتاريخ. واتمنى وان شاء الله، وما اظن في احد عاقل واستوديو عاقل يخلي الملايين دي اللي بتنتظر ويطلع على فشوش. فجيم اوف ثرونز والنهايه حق جيم اوف ثرونز تمام. عندك بيكي بلايندرز راجع موسم خامس ممكن يكون الاخير تمام، وهذا شيء الناس كلها بتستناه في نفس الفتره نازل في 2019. عندك في عندك مسلسلات ثانيه جانبيه برضو منتظرينها، في مسلسل اسمه دارك في 2017 عمل ضجه كبيره تمام. سترينج، عشان انت ما تحب الاشياء فيها تفكير ما ادري، انا عرفتك انا ما بحبش الحاجات اللي فيها تفكير كتير، اللي هو نظام انا هحط لك تويستاي على التويستاي، احط لك تايم لاين على التايم لاين، احط لك تايم ترافل مع تايم لاين. طب حد قبل كده جرب تايم ترافل مع تايم لاين وعلينا عناعه وحته لب؟ هنقعد نعلي على بعض وخلاص. انا زهقت بصراحه، انا جاي اتفرج ولا ذاكر؟ خلاص. طب عندك سترينجر ثينجز كمان راجع، عندك مسلسل جميل درامي كمان وفيه شغل اجرامي اسمه مايند هانتر. مايند هانتر مستني الموسم الثاني، هينزل الموسم الثاني. مايند هانتر الموسم الاولاني اتفرجت عليه في السر عشان ما حدش يقول لي راجع. مايند هانتر كان عظيم. فكميه غير انك انت مالك في الانمي او لك ما اعرف لسه ما اعرف الانمي نازل عندك اتاك اون تايتن تكمله الموسم الثالث وون بانش مان، وفي واحد بدا اوريدي دحين اسمه ذا بروميس نيفرلاند. مان البرايتي عندنا ترو ديتكتيف شغال دلوقتي، ترو ديتكتيف شغال ترزيع يا مان. مارشال علي هذا ثلاثة تايم لاين، كل تايم لاين مبدع فيهم. فمعليش التايم لاين صح. فغير غير ايش ممكن يطلع جديد، انه الغزارة الانتاجية في المسلسلات اسرع من طاقة الاستيعاب. بس ده كمان ينطبق على الافلام. احنا بنخش السنة، مين كان في بداية 2018 يعرف ان في اخر السنة عندنا جرين بوك؟ مين كان يعرف ان احنا عندنا بس حقيقة هو جرين بوك؟ ما في عالية 2018 من اسوأ السنوات. ان انا في تويتة كاتبها من زمان انه 2016 من اسوأ السنوات ومدري ايه. انا اسحب كل سنة نوع من احتقاط. انا اسحب 2018 سيئة جدا يا مان والله زلاي. انا والله العشر افلام بس انا قصدي اقول بس ان الافلام المهمة برضو نبقى شايفها. هنشوف بس يعني ما دام اللي شايفه مسلسلات جاي نون عقليا بناء على الهيستوري اللي فات انه فجاه كده الافلام حتصير هي سنه الافلام 2019. اتمنى بس اي هايلي داوت شك فيها تماما. ايش تقول حبيبي؟ اديك الف عافيه. ترى والله والله ما ادري الكلام ده حيجيكم ولا لا، او ممكن يجيكم في اجزاء ثانيه ما تشافت. اظن صورنا ساعتين اعتقد، يمكن اكثر. احنا الساعه 5 الساعه 5 احنا بدنا ساعات. هحاول انزل قد ما اقدر، هتكون في حلقه عندي وحلقه عند مهدي اكيد، بس ان شاء الله تستمتعوا فيها. انا استمتعت جدا وانا جدا جدا. انا اقول لك انا اضمن لك انه من يوم ما اتولدت ما كان في نقاش ثري وطويل وقاعدين في استوديو ما في احد. صاحبك اسمه ايه؟ احمد سمير. احمد سمير شكرا على الاستوديو الجميل ده والمكان. احمد سمير المكان الجميل اللي قاعدين فيه. اخذت راحتي في الكلام، استمتعت فيه وانا كمان جدا والله. وجهات النظر اللي عندك كمهدي فتحتني نظري صراحه. اختلفنا في اشياء بس في اشياء لا انا استفدت منها طول فيها بانجل مختلف. كيب دوينج وات يو ار دوينج. انا هو احب انا احب بص انا استمتعت جدا بالحوار معك اولا واخيرا، وثانيا انت قلت لي حاجات ما اعرفهاش كمان، يعني انت اثرت معلوماتي مش بس منظوري. والنقطه الثانيه ان النقاش بتاعنا ما هوش نقاش محفلط اكتر من اللازم حتى في الاختلاف. لو انا مش هختلف اقول لك انا احترم وجهه نظرك وتختلف معاك واحترم وجهه نظرك، لا يا عم تعالى نرزع لبعض وتعالى كل حاجه في الدنيا ممكن نختلف ونعبر عن الاختلاف ونتريق على بعض ونعمل كل حاجه في الدنيا، ولكن الخط بتاع احترام الراي والراي الاخر ده خط مش مرسوم قوي، مش لازم نرسمه باسود، ده بيبقى موجود بمجرد ان الناس اللي قاعده تتكلم بتحترم عقليه بعض. جود يا باشا، قشطه جدا.
ونستناك وان شاء الله نشوفك السعوديه خاصه السينما جايانا وهنا في اليوم تتراجع عندي في القناه ان شاء الله في جده في الكورنر مع الالعاب. والله سعيد جدا جدا حبيبي الله يديك العافيه نورتنا ومش عارف اعمل لك ايه بس علشان تطلع راضي عن الزياره حبيبي الله يديك العافيه شكرا حبيب. مع السلامه يديكم العافيه.